سلام حبيباتي، نهار جديد، فيديو جديد. غادي نقدموا اليوم واحد طريقة تحضير واحد العصير سريع في التحضير وكيجي شبيب. العصير ديال الافوكا، ندوزو طريقة المقادير. غادي ناخدو واحد لتر ولا ربع ديال الحليب، عندنا واحد 8 ديال حبة ديال القرعة خضراء سبقنا وسلقناها من قبل، عندنا واحد 3 ديال البنانات، 2 دانونات بالنكهة ديال البيستاج، عندنا 3 المعالق ديال السكر حسب الذوق. غادي ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. غادي ناخدو القرعه وغادي نديروها في الطحال الكهربائي، ضروري نديروها. القرعه راه سبق لي وسلقتها وصفيتها من الماء ديالها. غادي نزيدو عليها واحد 3 البنانات صغار، نزيدو عليها واحد 2 معالق ديال السكر ولا 3 على حسب الذوق، على حسب الذوق. غادي نزيدو واحد 2 دانونات ديال البيست بالنكهه ديال البيستاج، ضروري البنات هاد 2 دانونات يكونوا بالبيستاج على حساب هاد الدانون، هو اللي كيعطيها النكهه، كيعطيها النكهه. وغادي نزيدو دابا عليها الحليب لتر ولا ربع، وغادي نطحنو كلشي. ما غاديش نوريكم معايا الطريقه فاش كنت كنطحن، لان باش ما يجيش صداع في الفيديو. وغادي نطحنو، من بعد غادي نرجعو نشوفو مع بعضياتنا الشكل النهائي ديالها. انتوما البنات دابا راه غادي نطحن، كما كتشوفو انتوما من بعد ملي طحنا العصير راه كيجي خاطر بحالو بحال ديال لافوكا، ودرنا في الثلاجه قدمنا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد فيديوهاتي، وتبارطاجيو مع الاصدقاء وما تبخلوش عليا بجيم. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم دابا نتلاقاو في